السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان، اليوم جئت لكم بموضوع جميل جدا، وهو كيف تزيد اللايكات على حسابك الفيسبوك. وكما طرحت في بعض الصفحات بأنه توجد طريقة، وهذه هي الطريقة. إذن كل ما عليك فعله هو يجب أن تكون لديك هذه الخانة في حسابك، وهي public. public أي tout le monde sur ou en dehors de Facebook. يعني أن كل شخص ليس لديك في مجموعة الأصدقاء التي توجد لديك على حسابك يمكن أن يضع لك جيم. لذلك يجب أن تكون لديك هذه الخانة لكي يجب أن تكون لديك هذه الخانة لكي تقوم بإظهارها. سوف تذهب إلى بارامتر وتضغط على confidentiality. هنا لا تكون هذه الخانة. سوف تكون لديك عفوا خانة هنا في هذا المكان تحت هذه limiter l'audience des anciennes publications. سوف تكون تحتها ثم تقوم بإظهارها. هنا سوف تضغط على تو الموند، هنا سوف تظهر تو الموند، هنا أيضا وهنا أيضا لكي لا يكون لديك أي مشكل. بعد ذلك الإشعار أو الستاتي الذي تريد أن تقوم بإنزاله على صفحتك يجب أن يتوفر به البابليك. بابليك هنا قبل أن تكتب يجب أن تضغط على بابليك هكذا، ثم تقوم بالبيبلي. إذن كل ما عليك فعله سوف تذهب إلى هذا الموقع، تضغط هنا. هذا الموقع اسمه دي جي لايكر. ثم تذهب إلى كليك هير لكي نظهر أكسس توكن. أول شيء، المرحلة الأولى هي يجب أن نقوم بتنزيل التطبيق على حسابنا الفيسبوك الخاص بهذا الموقع لكي يمكنه أن يتحكم في حسابنا في اللايكات لكي يزيدها. إذن كل ما عليك فعله هو انتظار 10 ثواني. بليز ويت، نضغط على كليك هير تو كونتينيو. إذن ننتظر هكذا. إذن التطبيق قد قام بالتنزيل على حسابنا الذي اسمه يونس السعادي. إذا ننتظر، نضغط على المرحلة الثانية، ننتظر كالعادة. ثم جيت أكسس توكن. الأكسس توكن هو المهم، الأكسس توكن هو المهم. إذا كما ترون سوف نضغط على أكسس توكن من هنا www.facebook.com. يعني على مستفهام هاشتاغ أكسس توكن من هنا، ثم نقوم ب سيليكسيوني، ثم ننسخ هذا الرابط هكذا، ننسخ كوبي، ثم نذهب الى هنا كولي سبميت. نملأ هذه الخانة 10 3 39 سبميت. نضغط على سبميت. اذا كما رأيتم هنا يؤكدون على البابليك. اذا لدينا الان هنا نضغط هنا لدينا يوز اوتو لايكر اذا اردنا الاعجاب او الكومنتار الكومنتس. اذا نريد نحن الاوتو لايك الاعجاب. اذا كل ما عليك فعله لدينا، اذا كما ترون هذا هو الستاتي كما نقول له في بلادنا المغرب. والحمد لله تعالى وبركاته. ابوني ماشين يوتيوب. اذا هذا هو نختار كم لايك نريد. لما لا نضغط 200؟ ننتظر. إذا سوف نرى هنا تزداد 6 8 10 12، تزيد. إذا كما رأيتم تزيد. وهنا لقد جربتها، تصل إلى 251. أنا وضعت هنا 200،
و تفوز. تلك الأرقام. إذا هذا هو موضوع اليوم، كل ما عليك فعله لكي تقوم بدعمنا ولكي نحضر لكم مواضيع جميلة جدا هو أن تضغطوا سبسكرايب لكي تدعمونا ولكي نصل إلى ما هو راقي إن شاء الله. ونعدكم بالجديد على مدار الساعة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.